بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم صلى الله عليه وسلم. لازلنا مع تلاميذ الثانية متوسط اختبارات الفصل الأول. اليوم رانا مع اللغة العربية. قرأوا النموذج الأول، هذا السند. كان أبي رجلا غريب الأطوار، فما كنت أستطيع أن أتصوره وهو في البيت جالس هكذا كما يجلس الناس. كان لابد أن يعمل شيئا. كنت أعود من المدرسة فأراه منهمكا في عمل من الأعمال اليدوية التي تستأثر بانتباه وتثير اللذة، وأرى إخوتي الصغار متجمعين حوله يتطلعون في فضول ويسألون في إلحاح وثرثرة، وهو يجيب بذهن شارد ويداه لا تكفان عن العمل. فالأرائك الموجودة في البيت هو الذي يملأها بالقش كلما تقطعت، ويعيد دهنها بالطلاء البني، وصنابير المياه تصلح بيديه، والمكتب الجميل ذو الأدراج الخمسة الذي كنت أكتب عليه من صنع يد أبي، وإذا تعطل المنبه فكه قطعة قطعة وأعاد وضعه من جديد، إذا به يدق معلنا بدء الحياة. وكذلك ماكينة الخياطة التي تخيط عليها أمي ملابسنا، كان أبي يعرف سرها كلما تعطلت. ولذلك كان أبي موضع إعجاب زملائه، فقد كانوا إذا زاروه في بيته لا يكفون عن التساؤل كلما ألقوا نظرة على شيء من الأشياء في البيت قائلين: وهذا أصنعته أم اشتريته؟ وهكذا ورثنا جميعا عن أبي العادة، فأصبحت على أيدينا شارات العمل، وفي قلوبنا كلنا ميل إليه، فتجد كل واحد منا يمارس عملا معينا، حتى إذا ما حان وقت النوم رفرف على البيت سكون تحس الأذن أنه عميق جدا، لأنه وافد بعد ضوضاء. هات عنوان مناسب للنص. أذكر من النص ما يدل على أن الأب نشيط. هات أضداد هذه الكلمات من النص: تفسد، أعجز، القبيح. استخرج من النص استعارة وبين نوعها. ما نوع أسلوب النص؟ استخرج من النص محسن بديع واذكر نوعه. أعرب ما تحته خط في النص. طيب، الكلمات التي تحتها خط في النص: كان أبي رجلا، نعرب كلمة رجلا. كذلك الكلمة الثانية، الكلمة التي تحتها خط في النص يظهر لك هنا كلمة واحدة: كان أبي رجلا، نعرب كلمة رجلا. إيه، أن أتصوره، نعرب كلمة أتصوره. طيب، حدد حرف العطف والمعطوف والمعطوف عليه في هذه الجملة: الأعمال اليدوية التي تستأثر بالانتباه وتثير اللذة. اكتب فقرة لا تقل عن 10 أسطر تبين فيها كيفية يكون الآباء قدوة حسنة لأبنائهم، موظفا اسم منقوص وأسلوب تعليل وأسلوب تعليل. طيب، نشوف الحلتة هذا النموذج، الحلتة هذا النموذج في اللغة العربية. طيب، العنوان المناسب: الأب النشيط. الأب النشيط ما يدل على أن الأب نشيط. كان لابد أن يعمل شيئا من الأشياء في البيت. تفسد ضدها تصلح، أعجز ضده أستطيع، القبيح ضده الجميل. استعارة رفرف سكون، استعارة مكنية. محسن بديع: يسألون ضده يجيب، نوعه الطباق. الإعراب: رجلا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، أن أتصوره فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفعل ضمير مستتر تقديره أنا، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. حرف العطف الواو. المعطوف تثير اللذة، المعطوف عليه تستأثر بالانتباه. الوضعية: يفرط الآباء في الاستغراق بالتفكير بأساليب لتقويم سلوك أطفالهم من ثواب وعقاب، لكن القليل منهم يعلم أن أهم طريقة لتربية الطفل هي أن يكون الآباء قدوة لأبنائهم. فالقدوة من أهم طرق التربية لما يتميز به الطفل من قدرة فائقة على التقليد والمحاكاة. فالطفل بمثابة رادار يلتقط كل ما يدور حوله ويسجل كل التصرفات التي يقوم بها والداه وجميع من حوله. لذلك فإن عليهما مسؤولية خطيرة
أجل الوالدان هما اللذان يغرسان السلوكيات والأخلاق والاتجاهات في نفس ولدهما، لهذا عليهما اختيار الزرع الذي يحبان أن يكون عليه ابنهما. عندما يصبح إنسانا ناضجا فدور الوالدين إذن ليس بالأمر الهين، فهما القدوة المباشرة بالنسبة للولد. فالولد لا يقلد أحدا مثل ما يقلد والديه، بل إنه في البداية لا يختلط بأحد أكثر مما يختلط بوالديه، فهما أساس قدوة وخير مثال للتقليد عنده. فعلى الآباء أن يتحلوا بأنبل الأخلاق وأن يتصرفوا بطرق إيجابية أمام أبنائهم، لينشأ الأولاد نشأة سليمة ويكونوا من الصالحين الساعين إلى تعمير والبناء. اسم منقوص الساعين، أسلوب تأليل لينشأ الأولاد نشأة سليمة. طيب شوفوا النموذج آخر، نموذج آخر نقرأ النص. وطني حبيبي ولدت على ترابك وشربت من مائك وعشت في أرضك، فكيف لي أن أنكر الجميل وألا أبادلك الحب وأحميك من العدو اللعين؟ فأنت كل حياتي، فكيف للإنسان أن يعيش بلا وطن؟ وكيف للإنسان أن ينكر جميل الوطن؟ وطني حبيبي كم قدمت لي من الأشياء الكثيرة. يأتي حبنا للوطن بعد حب الله، ليس فقط لأنه وطننا، بل لأنه وطن الجميع. حماك الله يا وطني يا أجمل وطن، يا وطن الكرامة والعروبة، تتبعثر كلماتي في حب وطني وفي أركان جغرافيتك، تستفيق المشاعر، فحبك يا وطني يسري في عروق دمي، ليس لأنك وطني فقط بل لأنك وطن الجميع، فحبك يا وطني يتجدد كل يوم جديد. أحبك بأناملي وبأوردتي وبكل أمنياتي، إني أسيرة سهولك وأوديتك وسواحلك النقية. قد تغيب كل مشاعر الحب إلا مشاعر حب الوطن، أشعر بنشوة الفرح والبهجة والسرور تحلق بي بين الشمال والجنوب وبين الشرق والغرب. بأي لغات العالم تريد أن أخاطبك يا وطني؟ وبأي لغات الولاء أنطق من حروفي؟ إن كل الكلمات وكل الحروف تكاد تكون متعلثمة، إلا كلمات التي تنطق بحبك التي تكاد تخرج دون أن أمنحها الإذن بالخروج. الأسئلة: اقترح عنوان مناسب للنص، اذكر فضل الوطن على الكاتبة من خلال النص، اذكر ما يدل على حب الكاتبة لوطنها، اشرح ما يلي: أسيرة تستفيق يسري. استخرج من النص أسلوب إنشائي وبين نوعه، ما نوع هذه الصورة البيانية؟ تستفيق المشاعر، المشاعر. اعرب ما تحته خط في النص، اعرب ما تحته خط في النص. طيب، من الأشياء الكثيرة، من الأشياء الكثيرة، لأنه وطن، نعرب كلمة وطن. طيب، ضع اسم منقوص من هذه الأفعال: قضى، جرى، رعى. الوضعية التقويمية: اكتب فقرة تتحدث فيها عن حبك لوطنك، موظفة فعلين معتلين وطباق. طيب نشوفوا الحل تاع هذا النموذج، الحل تاع النموذج. طيب، العنوان المناسب: وطني الحبيب. فضل الوطن على الكاتبة: ولدت على ترابه وشربت من مائه وعاشت في أرضه. ما يدل على حب الكاتبة للوطن: أحبك بأناملي وبأوردتي وبكل أمنياتي. أسيرة مقيدة، تستفيق تستيقظ، يسري يتغلغل. أسلوب إنشائي: يا أجمل الوطن، النداء. صورة بيانية: تستفيق المشاعر، استعارة مكنية. إعراب: الكثيرة صفة مجرورة وعلامة جرها كسر الظاهرة الآخره، وطن خبر أن مرفوع وعلامة رفعها الضمة. ولد مثال، عاش أجوف، حما ناقص. وضعية حول حب الوطن: وطني العزيز أنت أغلى شيء في حياتي، كيف لا وأنت بمثابة أمي، ففيك ولدت وعلى ترابك ترعرعت ومن خيراتك استفدت، وبجمال مناظرك الخلابة الفاتنة استمتعت. أفاضلك علي كثيرة، فمنها ضحيت لأجلك فلن فمهما ضحيت لأجلك فلن أوفيك حقك يا وطني الغالي. وطني العزيز، لقد وعدت نفسي
أن أخدمك بكل إخلاص ما حييت، وأن أجتهد في دراستي لأرفع شهنك عاليا أمام الصديق والعدو، ولن يهدأ لي بال حتى أراك في صدارة الدول المتقدمة منطلقا نحو الرقي والمجد متعاليا بهاماتك الشامخة. وطني، أنا من دونك لا شيء، كريشة في مهب الريح لا تستقر على مكان، فأنت المأوى وأنت الدفء وأنت الملاذ الوحيد، ولا غنى لي عنك ما حييت. فعلا معتلا المثال، ولدت الناقص أراك، طباق الصديق والعدو. طيب نزيد نشوف النموذج الأخير. النموذج الأخير في اللغة العربية. طيب أقرأ النص. سألت يوما أبي بعد أن آنست منه انشراحا، ألا تحدثني عن الفارابي؟ ابتسم أبي ثم قال: سأحدثك بالطبع، إنه واحد من أكبر عظماء الإنسانية. من هو الفارابي هذا؟ الفارابي هو أبو نصر محمد بن محمد بن أولزغ بن طرخان الفارابي، ولد سنة 874 ميلادي في مدينة فاراب التابعة لإقليم تركستان، فيما برز الفارابي. الفارابي من أشهر المسلمين الفلاسفة في علم الفيزياء، وقد تمكن أيضا في صناعة الطب، وقد تأثر به العديد من العلماء منهم ابن سينا وابن رشد. بما كان يلقب الفارابي؟ طيب، لقد كان يلقب بالمعلم الثاني، وذلك تيمنا بلقب المعلم الأول أرسطو. ما هي مؤلفات الفارابي؟ ترك الفارابي عدة مؤلفات نفيسة، منها كتاب الخرافة الكبير، وكتاب الوحدة والواحد، وكتاب الجوهر، وغيرها من الكتب القيمة. متى توفي الفارابي؟ توفي الفارابي عام 950 ميلادي. أتمنى أن أصير مثله في المستقبل يا أبي، بالجد والاجتهاد سوف تحقق أمنيتك يا ابني. اقترح فكرة عامة للنص. متى وأين ولد الفارابي؟ أذكر بعض مؤلفات الفارابي. ما نمط النص؟ استخرج من النص أسلوب إنشائي واذكر نوعه. اعرب ما تحته خط في النص. الإعراب: سألت يوما أبي، نعرب كلمة أبي، كذلك إنه واحد، نعرب كلمة واحد. صغ اسم مكان أو زمان مما يلي: لعب، كتب، ولد. استخرج من النص جملة تتضمن حرف عطف. اكتب فقرة لا تقل عن 10 أسطر تتناول فيها حياة أحد عظماء الإنسانية، موظفا اسم مكان أو زمان وأسلوب إنشائي. طيب نشوفوا الحل تاع هذا النموذج. الفكرة العامة: لمحة وجيزة عن حياة الفارابي. ولد الفارابي سنة 874 ميلادي في مدينة فاراب تابعة لإقليم تركستان. بعض مؤلفات الفارابي: كتاب الخرافة الكبير، كتاب الوحدة الواحد، وكتاب الجوهر. نمط النص هو حواري، نمط حواري. أسلوب إنشائي: ما هي مؤلفات الفارابي؟ استفهام. الإعراب: واحد خبر أن مرفوع ولم ترفع الضمة الظاهرة الأخيره. سألت أبي مفعول به منصوب على متن نصب الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، وهو مضاف، وياء المتكلم ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. طيب، الفعل لعب ملعب، كتب مكتب، ولد مولد. الوضعية: كان والد باستور يجيء بيته لينا من عمله اليومي المضني، ويضع ابنه على ركبته ويقول: آه يا لويس، ما كان أسعدني لو كنت تستطيع أن تصبح أستاذا. هنا أعمل طول النهار في المصنع بهذه الجلود المنتنة، فأدبغها لتصير جلودا. لقد قضيت سنين كثيرة المشاق، كثيرة المشاق، وأود أن تكون حياتك أسهل من حياتي يا بني، يجب أن تتعلم. كان لويس في الثانية من عمره فقط، وكانت والدته تبتسم وتقول: نعم، يجب على ابننا أن يتعلم، ولكنهما في أزهى أحلامهما عن ابنهما، لم يريا قط رؤية الرجل العظيم الذي قدر له أن يكون. ولو استطاع أن ينظر 60 سنة إلى المستقبل لكان رأيا على باب البيت الذي كان يعيشان فيه لوحة كتب عليها بأحرف من ذهب: هنا ولد لويس باستور في 27 ديسمبر سنة 1822. لما ذهب إلى المدرسة كان والده يحثه على الدرس، ولكن لويس كان يحب أن يلعب في أثناء النهار، وكان مولعا بالرسم وصيد السمك. على أنه تحقق بعد سنوات ما كان يبذله والده ووالدته من العمل الشاق لأجل تمكين
بتمكينه من التعليم وبتشجيع من أساتذته جعل باستور يحلم بالكيمياء. ولما كان في 25 من عمره كان قد وصل إلى بعض الاكتشافات العجيبة التي خلصت ألوفا من الناس في كل أنحاء العالم، وعين بعد ذلك أستاذا للكيمياء. اسم كان مصنع، أسلوب إنشائي، ما كان أسعدني لو كنت تستطيع أن تصبح أستاذا. لا تنسون بدعوة صادقة من قلوبكم، ولا تبخلوا علينا بجمل الفيديو والاشتراك في القناة، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.